طيب بص يا جماعه، يمكن احنا يعني الموسم الدرامي الرمضاني اللي فات ده ما شاء الله كان دسم جدا وزي الفل. يعني ايه؟ يعني كان عندنا مجموعه مسلسلات، كل واحد كده ايه خد له مسلسلين ثلاثه كده هيتفرج عليهم ويتبسط كده، ولما خلص رمضان كملنا الباقي يعني من كتر حلاوتهم كلهم. الحمد لله احنا ماشيين بمعدل ناجح جدا بالنسبه للاعمال الفنيه والدراميه. الانجح بقى ايه؟ الانجح ان احنا عندنا دلوقتي ما شاء الله مجموعه من الفنانين الشباب اللي دايما كده بيظهروا على الساحه وبيثبتوا نفسهم وبيعملوا بصمه، ودايما بحس ان الفرصه لما بتيجي لاي حد وبيمسك فيها وهو شاطر وعنده قبول دايما هنا ايه الابواب كلها بتتفتح لك. والاحلى كمان لما يكون حد برضو بيشتغل في الميديا، يعني حد ايه زينا كده ايه في الموضوع اذاعي ومذيع وفاهم الموضوع ماشي ازاي بجانب برضو ان هو فنان. النهارده منورنا فنانه من ضمن الفنانات اللي كانت مشاركه في مسلسل مهم جدا، مسلسل فاتن امل حربي. يمكن المسلسل ده من المسلسلات الهامه جدا اللي قلنا عليه ان هو هيبتدي يغير بعض المسارات الهامه شويه بالنسبه لبعض الحاجات اللي محتاجه شويه تعديلات، واللي اكد عليها كمان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في قانون الاحوال الشخصيه. النهارده منورنا بقى المذيعه والفنانه همسه ايه بقى محي. ازيك يا همسه؟ الحمد لله كويسه. إيه؟ وانا همسه محي الدين امام، عشان اسمي في الاذاعه همسه امام. بس طبعا يعني انا سعيده آخر بمحي آخر اسم الدين امام برضه، عشان تبقي عارفه انا اسم اخر اسمي امام برضه بجد الاخر خالص برضه امامي. هو الاماميه اجدى. همسه محي امام نورتينا. الله يخليك، ده نوركم والله. انتوا ما شاء الله عاملين شغل حلو قوي. الف مبروك على يعني تالقك في دورك في مسلسل فاتن امل حربي. يمكن زي ما كان فاروق بيقول كده، في وجوه شابه كتير جدا ظهرت الفتره دي، وخصوصا في موسم رمضان 2022، وبدات الناس تركز معاهم، وبقى في فرصه حلوه قوي ان الشباب يطلع وياخد ادوار، وادوار مهمه كمان بتعلم مع الناس. في البدايه كده خلينا نتكلم او نعرف الناس انه كانت همسه قايمه بدور زوجه القاضي اللي هو الفنان خالد سرحان اللي كان بيحكم في قضيه فاتن امل حربي. ده حقيقي. مظبوط. احكي لنا ازاي ترشحتي للدور وجالك ازاي؟ والله انت لو تعرفي ربنا سبحانه وتعالى رتبها ازاي هتستعجبي جدا. انا كنت باخد كورسز مع لوك لانر ستوديوز، وخلصت الكورس وبعدين لقيت لوك بيكلمني في مره بيقول لي انت يعني ممكن تشتغلي في مسلسل، فقلت له اه طبعا، ما قاليش بقى مسلسل ايه ولا مسلسل. فقال لي ارشحك لحاجه، قلت له اه تمام مفيش مشكله. وفعلا اداني رقم تليفون استاذ احمد الزغبي اللي هو الكاستنج دايركتور، وقال لي كلميه دلوقتي، هو عايزك تكلميه عشان يشوف اذا كان ممكن الدور يليق عليكي ولا لا. وفعلا كلمت استاذ احمد الزغبي، فقال لي تقدري تجيلي كمان ساعه. هي بتيجي كده ساعة تلاقي نفسك عكس الطريق غير الطريق، فاللي هو يعني لازم اكون مستعدية. قال لي هبعت لك دلوقتي مشهد تقريه تحفظيه، تجي لي بعد ساعة هعمل لك كاميرا تيست. قلت له طيب. انا بقى في لحظة عارفة اللي هو اقول لا كده. اقول لا، طب اقول اه، اقول اه وانا يعني خسرانه حاجه، ما يعني عارفه المثل اللي هو ضربوا الله على عينه ولا الله عور على عينه. فالمهم فاخدت المشهد حفظته رحت. بص بقى تسهيل ربنا، يعني انا هو جنب بيتي يعني اتس ووكينج ديستانس. فرحت عملت الكاميرا تيست. كان الدور صعب جدا، هو كان دور ملوش دعوه بالمسلسل خالص خالص خالص. وعايش فيك بتتكلمي ورياكشناتك وتاثيرات وانفعالات وشافية. فعدت المشهد ثلاث مرات، فقال لي تمام ممكن تروحي دلوقتي. خلاص كلهم بيقولوا نفس الكلمه، انا عملت 100 كاميرا تيست قبل كده ومفيش نصيب. قلت طيب ماشي، اخدت شنطتي ومشيت. بعدها بنص ساعة من وصولي البيت لقيته بيكلمني بيقول لي مبروك انت معانا. ايه؟ لسه مش عارفة على ايه ولا بجد؟ ما كنتيش لسه عارفة على ايه ولا ظهر؟ لا، قال لي مسلسل نيلي كريم. اوكي. طبعا انا بالنسبة لي مسلسل نيلي كريم ده الحصان الاسود طبعاً في رمضان. طبعا.
فاللي هو انا مش مصدقه ومصدقه، طب ايه، طب انا، طب ليه، طب ازاي. وفعلا الحمد لله يعني اخدت الدور، وكان تحضيره يعني برضو سهل قوي، يعني كان ربنا كان فعلا مسهلها بطريقه غريبه. نصيبك ورزقك في الموضوع بقولك دي متيسره حتى كل حاجه عارفه يعني. واحد عامل شعره مش عامل شعره هي متيسره عند ربنا يعني في الاخر خالص ماشيه. بابا وماما ربنا يخليهم ربنا يخليهم لك يا رب ان شاء الله. طيب انا عايز اعرف منك، هل يعني انت قلتي انت عملتي 100 كاميرا تيست، وده طبيعي يعني، ده ممكن يكون طبيعي في العالم كله ده بيحصل لغايه ما بيجي النصيب او الرزق او يعني فاهمة الدور اللي بينادي عليك زي ما بنقولها يعني في المجال. هل دي كانت اول مرة ممكن تكون فعليا بقى في مسلسل كبير، ولا كان ليكي تواجدات تانية قبل كده قبل الورشة؟ لا انا اشتغلت في مسلسل انسة فرح الجزء أوكي. الرابع والخامس. تمام. الخامس اللي هيتزاع تقريبا او بيتزاع حاليا مظبوط. انا الدكتورة الحقيقة اللي قالت الخبر الوحش عن ديدا الفنانة طبعا يعني العظيمة رانيا يوسف. وأنا كنت طبعا قلت للناس بقى الخبر اللي مش كويس ده اللي هو بتاع مرضها. وبعد كده كنت أنا أخدت تقريبا 3-4 مشاهد في الدور ده، بس كانت دي البداية يعني. بس كان طبعا كنت مبسوطة لأنه المسلسل كان حلو ومتشاف والناس كانت متابعاه. دمه خفيف، الناس بتحب الحاجة. فكان مسلسل كده زي ما بيقولوا بونبونية، كان لطيف يعني. بالظبط. طب همسة، انت شايفة انك يعني شخصيتك الحقيقية قريبة شوية من دورك في المسلسل ولا مختلف؟ بص السؤال ده اتسألته كذا مرة وده التالت اهو. رد فعلها ضحكني، عارف اللي هو على فكرة انت كوميدية بس انت مخبية. ايوه. والله هما كل مذيعين الإذاعة كده أغلبيتهم يعني. لازم نبقى كده عشان احنا على طول على التليفونات والأسئلة الروح دايما حلوة. لازم. الحمد لله. الحمد لله. بص هو طبعا الشخصيه بتاعت سهى انا حبيتها قوي، لان انا حسيت ان هي ست بيت وزوجه كما قال الكتاب. عارف الناس اللي بيقولوا عليها فام دو سالون اللي هي سيده المنزل، اللي هي بتحب تفطر الصبح مع جوزها، تتكلم بهدوء، ممكن تدي كلام من تحت لتحت بس من غير خناق. لما بتيجي تزعق لاولادها ما بتقدرش تكمل زعيق فبتضحك، لان هي ست لطيفه. انا مش هقول انها ست كده يعني، بس انا حسيتها ان هي مش بتحب المشاكل زي انا واحده بحب الحياه وبحب الفرفشه ومش عارف ايه، ما بحبش المشاكل، بحب الروقان، ما بحبش النكد، عايز روقان يا عم. انا مش حاجه فيها نكد بهرب. انا مش عكس الاتجاه على طول. فانا عجبتني سهى جدا، لان هي كمان علاقتها باولادها لطيفه. تمام. مش ست رخمه يعني. وعلاقتها كمان بجوزها يعني في مشهد هي التيرنينج بوينت بتاع القضية بتاعت القضية بتاعت فاتن أمل حربي. وأعتقد ناس كتيرة يعني لاحظت ده وكلموني كتير قوي بقى في الانبوكس على السوشيال ميديا، أنه أنتي اللي هتزقيه عشان يهتم بقضية فاتن أمل حربي. وفعلا في المشهد بتاع الحمام، هو أنا قلت له جملة فوقته يعني، قالت له لأ هو الحياة مش الحياة اللي هي انتوا بتشوفوها في الواقع، لا الحياة الحقيقية ان انت تسمع الناس بتقول ايه على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي النبض الحقيقي بتاع الحقيقة، ان انت عايز تعرف اذا كانت الست دي مظلومة ولا مش مظلومة لازم تشوف رأي الناس. فهو حتى بعد كده هو بيقاوم بيقول لا انا مش هتفرج، ودي الحياة الواقعية من الحياة، والسوشيال ميديا دي العالم الافتراضي ومش عارفة ايه وكده، فبسيبه. فهو بيدخل المكتب وبيفتح بقى السوشيال ميديا وبيتعرف بقى على اراء الناس، فهي دي تيرنينج بوينت. فكان مشهد قوي جدا. حسيت بانتصار كده. بمناسبه بقى ان المشهد ده قوي، احكي لنا كده عن اول يوم تصوير ليكي، استعديتي ازاي؟ احساسك كان في خوف، كان في قلق، ولا الدور حسيتي ان هو سلس وسهل بما ان هو الشخصيه القريبه لقلبك او اللي انت شبهها شويه، الهدوء والسكينه كده وست اليجنت وست بيت؟ هتصدقيني لو قلت لك
ان انا ما حسيتش بواحد في المية توتر يعني والله دي مفاجأة، بس دي حاجة حلوة خالص برضو. عارفة لما تحسي انه حد ادالك مهدئ بشكل طب بس ده ممكن يكون راجع مثلا لمذاكرتك للموضوع او فهمتي الموضوع قوي او حبيتيه جدا فحسيتي انك داخلة الموضوع لا مش لا هو عارف ال الاتموسفير نفسه بتاع المكان مريح، وجود كمان مخرج زي استاذ محمد العدل او ماندو العدل يعني كان بالنسبه لي حظ كبير جدا، لانه نادرا اما تلاقي مخرج ما يوتركش ما يحسسكش انه يو ار اون فاير ان انت لا انا مش كويس انا مش عارفه، بالعكس سبحان الله. وكل الناس فعلا اي حد اشتغل معاه فعلا معانا في البرنامج بيجي يقول الكلام ده مريح عليه. بشكل مش طبيعي يعني هو اول مشهد جه سلم انت عارفه طبعا الشخصيه ومش عارفه ايه وكده، واستاذ خالد سرحان كمان يعني الحق يتقال ان هو ساعدني كتير جدا يعني كان كل مشهد قبل ما نبتدي نقعد نعمل بروفات ويقول لي تيبس حتى في التكنيكس بتاعه التصوير، لما تيجي تبصي بصي كده، لما تيجي تقومي طبعا انا يعني كان الموضوع بالنسبه لي صعب جدا في الحركه لان انا بحب الحركه عامه، فكنت واخده بالي من الحركه فحاجات كتيره جدا اخدت بالي منها، بس باتم لاين الاتموسفير او الانفايرمنت اللي انت كنت بتشتغل فيه كان مريح جدا، ما كنتش حاسس بتوتر، ما كانش حد يقول لك لا نعيد انت المفروض لا خالص. المدارس يعني اللي هي ممكن اللي هي اللي توتر الواحد شويه في مدارس كده الى حد ما زي ما شيكو قال لك ايه ممكن تخلي الواحد يبقى مرتاح وهادي خالص والدنيا رايقه زي دلوقتي كده برضو معانا دي شخصيتك خلي بالك ها هي دي الكذوب طبعا. في مدرسه طيب ثانيه ممكن اتوتر شويه بتاخد ايه منطقه ايه او طريق ايه اللي هو الوقت بقى مش بيسعفه فالدنيا ممكن بيحصل توتر فاللوكيشن كله بيتوتر فممكن البعض اللي ما عندوش بعض الخبرات بسرعه ممكن يتوتر برضه هو كمان. لكن هرجع اقول لك انجح المدارس في كل المجالات المدارس دايما اللي فيها تفاهم الهاديه الاجواء الحلوه اللي ممكن بتطلع العمل في الاخر رايق كده وناجح. وطبعا يعني لو بنتكلم على الكوميديا فعندنا يعني كبير قوي طلع عامل ازاي، عندنا على مسلسل بيناقش قضيه مهمه واجتماعيه انا شايفه يعني الحمد لله طلع النموذج عامل ازاي بالنسبه لنا ونجح قد ايه. الحمد لله. طيب بالنسبه لي كان ايه اصعب مشهد وحسيت ان هو يعني المشهد ده ربنا يستر عليه انا هعمل فيه ايه؟ لا هو اكتر مشهد صعب بالنسبه لي هو مشهد الحمام. لانه خلي بالك هو في اسقاط رهيب في المشهد ده استاذ ماندو العدل عمله بذكاء شديد. هي طول الوقت واقفه قدام المرايه وبتكلم جوزها اللي ورا، هو مش عايز يبص لها في المرايه، هو مش عايز يواجهها. المرايه دي اتس ذا ساين اوف ذا تروث انه يعني دي الحقيقه واجهها، هو مش عايز يبص لها خالص في المرايه، فكل شويه يبص كده يبص لها من ورا. فانا ما كنتش فاهمه طبعا التكنيك في التصوير هيبقى ازاي. الحمام اللي احنا كنا بنصور فيه كان ضيق جدا يعني كانت حركه كنت ممكن ازق الكاميرا، فكنت اي واز فيري كيرفل ان انا يعني تحركاتي ما تبقاش عفويه شويه. ففي جمله المفروض وهو بيقول انت فاكره انه العالم الواقعي هو السوشيال ميديا فانا كل ده ببص له في المرايه وهو برده ما بيبصليش، فانا كنت عايزه اقول له طب ما تبصلي طيب بصلي طيب فانا يعني دايما بحب اخد الكيو من العينين اللي قدامي. فانا كنت طول الوقت وهو بيتكلم عايزه اعمل رياكشن انه لا هي جواها مش موافقه مش حاسه ان هي مرتاحه للكلام ده. فرحت عامله كده طلعت مني تخيل ازاي اللي هو يعني I'm listening بس I don't buy يعني اللي انت بتقوله يعني بالظبط كده. فهي طلعت مني تلقائية كده فلما شفتها لا انا حسيت انه المشهد ده فعلا حقيقي. تقيل تقيل في معناه. وكان في مشهد تاني اللي هو كان بيني وبين بنتي بس هو ده ما تعرضش للأسف
ان انا هي زعلانه من ابنها من اخوها ان هو بيتدخل كتير في حياتها وان هو بيمنعها من ان هي تشتغل في الفن. فانا بقول لها لا انت لازم تجمدي، لازم تبقي قويه وما تخليش حد سواء اي راجل يعني في حياتك ان هو يحسسك ان انت اضعف منه. في المشهد ده بالذات انا كان نفسي ان انا يعني احضنها وان انا احسسها بحنان الام فعلا اللي هي كانت طالعه بنتي الفنانه الجميله ايه عبد الرازق. بس طبعا برضو توجهات المخرج بتبقي في الاول مش عايزه تعملي جيسترز او حركات معينه يوقف التصوير، فكنت قاعده عامله كده فمش عارفه اعمل ايه. يعني طبعا المشهد ما تعرضش، قلت الحمد لله كان شكلي هيبقى روبوت قوي. بس يعني مشاهد كتير الحقيقه وكنت كل المشاهد حسيتها قوي، يعني حسيت ان انا يعني فعلا ام وست بيت وزوجه لمساكي حساها. كنت حباها قوي، كنت حابة الدور قوي. همسة، يمكن المسلسل ده من المسلسلات اللي يمكن تطرقت لنقطة مهمة جدا وقضية يعني مهمة جدا في مصر، وهي قانون الأحوال الشخصية والستات اللي بتعاني من طلاق وقضايا النفقة والمؤخر والطاعة والحاجات دي كلها. ايوه، ويمكن كمان حصل تفاعل كبير جدا من الدولة يعني، وان الرئيس عبد الفتاح السيسي اشاد بالمسلسل وفعلا وجه بالنظر وتعديل قانون الاحوال الشخصية بشكل كبير جدا. لما تكوني اول مشاركة ليكي في مسلسل زي ده ويحصل تغيير مجتمعي لحاجة الستات كلها بتعاني منها، ورئيس الجمهورية ياخد باله من المسلسل ويعني يتكلم فيه عبر وسائل الإعلام ويقول لا لازم يبقى فيه نظر، إعادة نظر وتعديل في قانون الأحوال الشخصية طبعاً. إحساسك كان عامل إزاي؟ ردود الفعل حسيتي بإيه وقتها؟ مسؤولية. مسؤولية. خلي بالك هو يعني سيد عبد الفتاح السيسي لما كان طبعا بيتكلم في موضوع قانون المرأة وقانون الأسرة وازاي النهاردة كرئيس دولة شايف انه الست مهم جدا وجودها وان هي يبقى واخدة حقوقها كامل يعني بكل كرامة، دي مسؤولية كبيرة جدا طبعا. في الفن يعني طبعا احنا شفنا امثله كتيره زمان، يعني سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة لما غيرت برضو القانون وفعلا كان فيلم صعب جدا اللي هو أريده حلا. لازم النهاردة الفن بيضاهي الواقع، لازم النهاردة الفن يبقى عليه مسؤولية، وإلا إحنا يعني ملناش فايدة ملناش قيمة. فسيد عبد الفتاح السيسي، سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة لما هو شاف مسلسل زي ده قد إيه مهم وقد إيه بيساند المرأة، وهو كمان عايز يمكن المرأة المصرية أكتر من دورها في المجتمع، فانت طبعا حسيتي بفخر ان انت اشتغلتي في مسلسل زي ده وهيتكتب اسمك في التاريخ. يعني المسلسل ده النهارده لو اتعاد اكتر من مره الاحفاد بقى والاجيال اللي جايه طنط همسه اهي، ايوه ماما تيتا همسه اهي، فانت النهارده لا عليكي مسؤوليه كبيره. مسؤوليه. واعتقد ان كل واحد اشتغل في المسلسل ده طبعا كان في وجوه كتيره جديده في المسلسل اول مره كانت تظهر، كانت واخده ادوار صعبه جدا، بس عايزه اقول لكم انه فعلا ده ولا حاجه من الواقع، يعني ده ولا حاجه من الواقع، الواقع امر بكتير جدا من اللي احنا شفناه. فاعتقد انه البوش اللي عمله سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يفعل وبسرعه تغيير في قانون الاحوال الشخصيه ده هيخلي بعد كده المسلسلات اللي جاية تبقى واخدة على عاتقها ان لا احنا عايزين بقى نبحث عن قضايا تهم المجتمع بجد. صح، قضايا حقيقية. اتفضل يعني شايفة يعني شفتي لكن انا بس عايز اقول طبعا يعني فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن في اوائل الـ يعني توليه طبعا يعني رئاسة البلاد كان اجتمع مع الفنانين لاكتر من مرة وكان دايما بيقول للفنانين ان انتوا قدوركم ما يقلش عن دور اي وزاره او اي فرد بيعمل لبناء الدوله، ان انا عايز يا جماعه نرتقي بالفن، عايزين نرجع ان الفن ده يكون الرساله ان احنا نقدر
نناقش منه ونعالج منه الامور اللي ممكن تكون لسه مش طالعه للنور او مش ظاهره. ويمكن كمان يعني كانت رسالته واضحه، وكتير من المواقف طبعا يعني كان في مليون اثبات على دعمه لاي قضيه فعلا تمس المراه او تمس عامه الشعب المصري. ده كان جانب لازم احنا نوضحه، ولكن برضو عايزين نعرف في جانب اخر. انت اتعاملتي وقلتي من شويه مع الفنان خالد سرحان وساعدك في حاجات كتير، بس ما اتكلمناش ممكن عنه يعني باستفاضه شويه، كانت التفاصيل ايه ما بينكم؟ انا عايزه طبعا اوجه له تحيه كبيره جدا، لانه هو ما كانش يعني برضو معايا انا بس اللي كده، يعني ما كانش هو بس اللي بيساعد بيساعدني في دوري او لا، مع كل الزملاء. يعني شخصية مودست جدا او متواضع جدا، بيحب جدا الجيل اللي طالع جديد ان هو يفهمه، ان هو يعرفه تكنيكس معينة. على الصعيد الشخصي دمه خفيف جدا قوي معروف جدا وعايز اقول لكم اللي هو انتوا بتشوفوه على الشاشة هو يعني سيريس قوي في شغله، بس مره واحده يطلع افيه كده يخلي الناس كلها تفك. بالظبط يعني احنا كرايه ده هو السكر والفنان الجميل. لا وشيك طبعا، يعني فنان شيك يعني. نفسي نكمل معاكي كتير يعني. نفسي نقعد نكمل معاكي كلام اكتر من كده يعني، ده شرف ليا. لكن للاسف وقت حلقتنا جري معاكي. نورتنا جدا، وبالتوفيق ليك يا رب ان شاء الله الفترات اللي جايه. ميرسي قوي نورتنا جدا وشرفتينا. ميرسي قوي ليكم، مزيد بقى من النجاحات سواء كان في الاعمال الفنيه او حتى كمان في البرامج بقى والاذاعه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه بقى انا اللي هستضيفكم بقى. طبعا شرف لينا. شرف لينا والله. شرف جدا ليك. ميرسي جدا ليك، وانا اتبسطت قوي بالشويه الحبه الصغيرين دول. شرفنا وجودك معانا. شرفنا معانا. يعني زي ما حضراتكم كده يعني شفتوا همسه بالكلام عن مسلسل الفاتن امل حرب. يعني نتمنى كده ان يكون فعلا الاعمال الفنيه يكون في مزيد من التقدم، ولسه متابعين مع حضراتكم باقي فقراتنا، ونطلع لفاصل ونرجع نتكلم مع حضراتكم عن الفقره الفنيه وايه اخر الاحداث الفنيه تبعونا.